ابني، معلش اطلب منك تاخذني على ضيعتي يا ابني. الضيعة يا خالتي؟ ايه خذ هدول حق الطلعة، بس بدي منك تاخذني على ضيعتي. شو صاير معك يا حجة؟ ما عندك ولاد يعني هون؟ بلا، عندي ولد اسمه سليمان، بس انا لازم روح على الضيعة فورا. وسليمان بيعرف؟ رح روح بدون ما يعرف، لانه مستحيل يخليني روح. عم بترجاك ابني، خد هي وخدني على الضيعة. ايه تكرمي حجة، اذا بدك بعطيك الحلقة الثاني. لا خلص بكفي. يلا حجة خلينا نروح، يلا اطلع يلا. ليش وقفت هون ابني؟ يلا خلينا نمشي. حجة يلا وصلنا على الضيعة. مو صحيح هالحكي، ضيعتي بعيدة كتير من هون، لسه لهلأ ما طلعنا من المدينة، نحن لسه ما وصلنا. بترجاك ابني امشي بسرعة. سليمان تعال هون. شو هاد يلي عملته ابني؟ ليش هيك عملت؟ نحن اتفقنا انك تاخذني على الضيعة ابني، ليش ضحكت علي؟ ليش ما اخذتني؟ هذا حلق الحجة، بدها ياني اخذها على الضيعة. اخ منك يا امي، ليش عم تهربي مني يعني؟ صايرة عم تعذبيني، ما في روحة ابدا. لا عاد تعيدي هاي الحركة مرة تانية. شو صاير لك يا أمي؟ لوين كان بدك تروحي؟ بلكي صار معك شي، كان لازم تخبريني بالأول. أنا ما عاد أتحمل ابني، بكفي اللي عم بصير. صحتين، مثل ما بدك، بس من اليوم ورايح ممنوع تطلعي من البيت أبدا، وقت بدك أنا باخدك بإيدي. بنتي اليوم آخر يوم إلك، الله يرضى عليكي، لازم ترجعي على بيتك بكرة. ماشي أمي، مو حابة أحكي بالموضوع، تصبحي على خير. اللي وبعدين مع هالبنت؟ لازم ترجع على بيت. أحكي لك شي كلمة؟ ماني متضايق من وجودهم، مكان هالولاد مو هون، ولازم البنت ترجع لعند زوجها. إذا البنت محبة حماتها أنا شو دخلني؟ يا الله منك، لك شو هالحكي هاد يا موسى؟ العيلة بدها تضحية وصبر، مزبوط كلامي؟ لازم المرة تتحمل كل شيء لحتى تحافظ على بيتها وزوجها. يعني بدك بنتي تصير عبدة؟ ليش أنا صرت عبدة وقت اللي كنت عم بخدم أمك كل هالسنين؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.